نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة عاد، وإلى أبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ الرئيس الصيني. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعاً حول تطورات الأوضاع الداخلية وتصعيد الميليشيات الإرهابية. هيئة رياسة الانتقالي تشدد على سرعة إلغاء كافة التسهيلات المترتبة على اتفاقية ستوكهولم والهدنة الأممية. محافظ حضرموت يحضر حفلا بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق تلفزيون حضرموت ويشيد بكادرها ورسالتها الإعلامية ثاني أكبر مديريات ساحل حضرموت تعاني من أزمة شحة المياه ومن العناوين إلى التفاصيل أهلا وسهلا بكم بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي برغية تهنية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص التهاني للرئيس بينغ وتمنياته للشعب الصيني الصديق بمزيد من الرخاء والازدهار كما أعرب فخامة الرئيس عن تقديره الكبير لمواقف جمهورية الصين قيادة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعيه وتطلعاته في إنهاء الانقلاب واستعاده الامن والاستقرار في البلاد، متمنيا للعلاقات التاريخيه بين البلدين كل التقدم والنماء في مختلف المجالات. عقد مجلس القياده الرئاسي يوم الثلاثاء اجتماعا برئاسه رئيس مجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي واستعرض الاجتماع تقارير مسجدات الاوضاع الداخليه وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثيه الارهابيه وخيارات التعامل معها لحمايه مصالح الشعب اليمني وشدد المجلس على اهميه حشد وتعبئه كافه القدرات لتعزيز حضور الدوله ووحده الصف والاستجابه للالتفاف الشعبي العريض حول جهود انهاء انقلاب الميليشيات الارهابيه وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد أشاد المجلس بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والإدانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات الميليشيات الإرهابية الحوثية وداعميها الإيرانيين وتداعياتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على أهمية تحسين الخدمات والإيرادات العامة وتوظيفها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي جاء ذلك خلال اجتماع حكومي مصغر برئاسة العليمي وبحضور رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي وضم وزيري الاتصالات الدكتور نجيب العوج والنقل الدكتور عبد السلام حميد ورؤساء الهيئات والمؤسسات الخدمية والاقتصادية ذات الصلة. وخلال الاجتماع جرى الاستماع إلى تقارير بشأن الاصلاحات الحكومية في قطاعي الاتصالات والنقل والشراكات والاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية المطلوبة لتحسين هذه الخدمات. وتعزيز قدراتها على مواكبه المتغيرات والاحتياجات المجتمعيه المتزايده. واكد العليمي خلال الاجتماع ان الاولويات شملت تطوير منظومه الاتصالات والكابلات البحريه ومركز الملاحه الجويه والبنى التحتيه للمطارات والمواني اليمنيه. واتخذ الاجتماع مجموعه من القرارات لتنفيذ برامج مزمنه تحقق الاهداف العامه لاعاده بناء تلك المؤسسات. عبرت ألمانيا عن إدانتها للهجوم الحوثي على ميناء الضب النفطي في حضرموت بطائرتين مسيرتين مفخختين، وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها إن عدوان الميليشيا المدعومة من إيران على الميناء يمثل تصعيدا مغلقا للوضع، ودعت ألمانيا الجميع إلى أقصى درجات ضبط النفس لاحترام القانون الدولي عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية وأكدت هيئة رئاسة الانتقالي أن الاعتداءات الحوت الإرهابية على مينائي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة تسقط كافة الاتفاقيات الموقعة معها من طرف واحد وهو ما يوجب إلغاء كافة التسهيلات المقدمة لها بموجب اتفاقيتي ستوكهولم والهدنة الأممية وحذرت هيئة رئاسة الانتقال من أن العمل بأي من الاتفاقيتين يدفع الميليشيا الحوثية الإرهابية إلى التمادي في إجرامها داعية مجلس القيادة الرئاسي لسرعة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت إلى الجبهات لمواجهة التهديدات الحوثية وإلى استكمال إجراءات إعلام مجلس الدفاع الوطني تصنيف ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي إضافة لتفعيل عمليات التعبئة الإقليمية والدولية لوقف كافة أشكال التسهيلات. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اليوم في العاصمة عدن محافظ الجوف اللواء حسين العواضي وذلك بمناسبة تعيينه ونيله الثقة من مجلس القيادة الرئاسي وأدائه اليمين الدستورية. وناقش رئيس الوزراء مع محافظ الجوف أولويات المرحلة المقبلة بالمحافظة في ظل عدم تجديد الهدنة بسبب رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتضافر الجهد الشعبي والقبلي والرسمي لاستعادة الجوف من سيطرة الميليشيا الإرهابية واستكمال استعادة الدولة بحث وزير الخارجيه وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك عبر اتصال هاتفي مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد انهيان انعكاس الهجمات الارهابيه الحوثيه على الموانئ النفطيه اليمنيه على الجهود الدوليه المبذوله لتحقيق السلام وانهاء الحرب ولفت بن مبارك ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ اجراءات صارمة ضد هذه الميليشيات ودعميها والعمل على تصنيف الميليشيا كجماعة ارهابية. من جانبه جدد وزير الخارجية الاماراتي ادانة بلاده للهجوم الحوثي الارهابي على المنشآت الاقتصادية والذي يعد تصعيدا خطيرا. وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وللمساعي المبذولة لانهاء الحرب في اليمن. ويواصل الوزير بن مبارك عقد لقاءات ومباحثات في جمهورية الجزائر الشقيقة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي سياق ذلك فقد التقى الوزير أحمد عوض بن مبارك اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري الدكتور كمال بداري لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. ونوها بن مبارك بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الجزائرية للطلاب والباحثين اليمنيين مؤكدا أهمية البدء بالتحضيرات اللازمة لعقد الدورة الحادية عشر للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري التعليم العالي من جانبه أكد الوزير الجزائري حرص الحكومة الجزائرية على تفعيل كافة الاتفاقيات الثنائية ورفع عدد المنح المقدمة لبلادنا في مختلف التخصصات الأكاديمية والفنية وصلت إلى غاطس ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن صباح اليوم الإثنين أولى دفعات المشتقات النفطية المدعومة من المملكة العربية السعودية لكهرباء اليمن. وتحمل الباخرة هافانا هوتسن 45 ألف طن متري من مادة الديزل الخاص بمحطات كهرباء عدن. ومن المتوقع وصول باخرة المازوت ليانا التي تحمل 30 ألف طن متري في تاريخ 27 أكتوبر إلى العاصمة عدن. اجتمع مقادمة قبائل الحموم بمحافظ حضرموت الأستاذ مبخود بن ماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فائز بن قحطان التميمي قدم خلاله مقادمة الحموم لقيادة حضرموت المدنية والعسكرية شرحا وتوضيحا لما دار في اللقاء العام لقبائل الحموم الذي شهدته منطقة عين ون قبل عدة أيام وعن دواعي ونتائج انعقاد ذلك اللقاء كما تطرق اللقاء إلى عدة مواضيع وقضايا في مقدمتها الأوضاع العامة في حضرموت وما يعانيه المواطنين من صعوبات معيشية وضعف الخدمات وجدد ما قبائل الحموم وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية وإلى جانب قوات النخبة الحضرمية وقوات الأمن البواسل نظم تلفزيون حضرموت الحكومي الثلاثاء بالمكلا حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة الذكرى الثانية للبث الفضائي الرسمي الأول وانطلاق أولى نشراته الإخبارية وأشاد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمستوى المتميز والمتقدم لتلفزيون حضرموت الحكومي وجودة الرسائل التي يبثها ويتبناها القطاع على لسان حضرموت كاملة وقال المحافظ أن منبر تلفزيون حضرموت الإعلامي يعد نافذة تعبر عن جمال المقلة ومهرجان البلدة فيها وريادة التعليم في الغيل والشحر والفن المشقاص الأصيل وصال الدوعا وتراث شبام والدان الحضرمي في الطويلة سيئون والعلم والفكر في الغناء تريم وأشاد بالكادر الإعلامي الشاب العامل بالقناة التي تحمل اسم حضرموت مشيرا إلى أهمية بث القناة من حضرموت بوصفها القناة الرسمية الوحيدة التي تبث من داخل الوطن في رسالة لاستقرار وأمن حضرموت الطواقة للمحبة والسلام وفي إطار الاهتمام الذي يوليه محافظ حضرموت بالإعلام فقد أكد المحافظ خلال زيارته لمبنى الإذاعة أن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا بإذاعة المكلة لعادتها لوهجها السابق وعودة إيصال صوتها إلى جميع أبناء حضرموت وقال لدى تصريح مباشر عبر أثير الإذاعة أنه بالرغم من تعدد وانتشار وسائل الإعلام الجديدة إلا أن إذاعة المكلة ظلها لها مستمعيها ورونقها الخاص لدى البسطاء من أبناء حضرموت وجميع مواطنيها وأصدر محافظ حضرموت توجيها بالاهتمام بأرشيف الإذاعة وضم صوت إذاعتي المكلة وسيئون إلى البث الإذاعي لتلفزيون حضرموت الحكومي ليصل صوت الإذاعتين عبر القمر الصناعي النايل سات إلى المستمعين في كل مكان كما أشاد المحافظ بجهود الكادر المهني بالإذاعة وخبراته المتراكمة مستمعا من مدير عام الإذاعة الدكتورة دعاء سالم باوزير ومديري الإدارات وطاقم الإذاعة إلى سير العمل الإذاعي وخطة العمل المستقبلية وخطة تطوير الخارطة البرامجية اطمأن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي الثلاثاء بمعية الشيخ عمر بن حبريش العلي وكيل أول محافظة حضرموت على صحة الكادر الإداري الأستاذ جعفر أبو بكر بن مي المدير الأسبق لإدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بالساحل سابقاً والكادر الرياضي الكابتن أحمد أبو بكر بسالم اللاعب السابق بفريق نادي المكلا لكرة القدم والكادر لدار المتقاعد بجامعة حضرموت واستمع المحافظ خلال زيارته لهما بمشفى العرب إلى الوضع الصحي للأستاذين بنمي وبسالم متمنيا لهما الشفاء العاجل كشف الاستاذ امين عبد الله عباد مدير مكتب وزاره التربيه والتعليم بساحل حضرموت عن موافقه محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بصرف العلاوات السنويه لكوادر العمل التربوي والتعليمي بالمحافظه والمديريات المؤجلين من الاعوام 2014 وحتى 2020 الذين لم يحصلوا على الارقام الوطنيه من مصلحه الاحوال المدنيه والارقام الوظيفيه من وزاره الخدمه المدنيه وأكد بعباد في تصريح للإعلام التربوي أن تلك التوجيهات من قبل سيادة المحافظ بن تأتي في إطار حرص القيادة في السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها وعنايتها المستمرة بالقطاع التربوي والتعليمي لافتا إلى أن عدد المستفيدين المؤجلين من صرف تلك العلاوة بلغ 223 كادرا تربويا إضافة إلى الحالات السابقة التي صرفت لها من أشهر سبتمبر 2022 لعادة 8094 بمبلغ إجمالي 92 مليون ريال مقدما من السلطة المحلية بالمحافظة شهريا للمستفيدين عامة على المستوى الساحل ودعا عباد الذين لم يستكملوا بياناتهم سرعة استكمالها والتواصل مع إدارات التربية والتعليم بالمديريات والمحافظة ليتم متابعتها وإنجازها في الوقت المحدد إلى ذلك اطلع الأستاذ أمين بعباد على الأوضاع التربوية والتعليمية واستقرارها في مديرية حجر وخلال لقائه بالمدير العام للمديرية عمر بادبيان ومدير إدارة التربية والتعليم الأخ مهدي برحيبة أشار إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة حريصة على إيلاء مديرية حجر جل الرعاية والاهتمام بتوفير كل مقومات العملية التربوية والتعليمية بمناطقها وقراها النائية مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت لقطاع التربية والتعليم ويعطاه حيزا كبيرا ضمن خطة عمله في المرحلة المقبلة على مستوى المحافظة والمديريات يجري رئيس حلف حضرموت الشيخ عمر بن حفريش العلي اتصالات مكثبة بقادة القبائل من مقادمة ومناصب وشخصيات اعتبارية واجتماعية لعقد لقاء استثنائي لرئاسه الحلف في القريب العاجل، وسيكرس اللقاء للتدارس والتشاور حول الاوضاع والمسجدات الطارئه على الساحه في حضرموت والوطن بشكل عام، للخروج بموقف موحد يخدم الجميع ويعزز من دعائم الاستقرار، التقى الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزاره الصحه العامه والسكان بحضرموت الساحل بالدكتور جمال عبد الحميد المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان بوزارة الصحة والسكان وناقش اللقاء كيفية تطوير الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مركز الأورام بالمكلة للمرضى كذلك الاطلاع عن كثب على سير التقارير الإحصائية للمرضى وأوضاع المركز وغيرها من القضايا المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات العلاجية لمرضى السرطان بالمحافظة تفقد وفد تابع لبرنامج الامم المتحده الانمائي برياسه المهندس عبد الله بن مخاشن وبرفقه مدير مشروع الاشغال العامه بالمنطقه الفرعيه حضرموت والمهرة وسقطرى المهندس عبد الرحيم حوري تفقد سير تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج المنفذه في مديريه الشحر ومنها مشروع الطاقه الشمسيه في مستشفى الشحر العام وسير تنفيذ دوره الصناعه الغذائيه ودوره الحكم المحلي والمستهدفه لعقال احياء المديريه وأكد بن مخاشم بأن البرنامج سيواصل تنفيذه ودعمه للعديد من البرامج والأنشطة في مديرية الشحر وبما يعزز دعم السلطات المحلية لأداء مهامها ودورها الأساسي في خدمة المواطن الشحر ثاني أكبر مديريات ساحل حضرموت تعاني مناطقها وأحياؤها السكنية المرتفعة من شحة كبيرة في وصول المياه إلى منازلهم بالاضافه الى المشكلات التي تسببها الامطار وانقطاع التيار الكهربائي، تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي. بحت اصواتهم وتلاشت امالهم في ظل انتظار طويل بانفراجها ترفع عنهم معاناه تجرعوها لسنوات. مديريه الشحر ثاني اكبر مديريات ساحل حضرموت يعاني سكانها من ازمه كبيره في توصيل المياه الى منازلهم الحقيقه نحن في الشقق في 180 شقه حاره النصر نعاني يعني من سابق من انقطاعات ال... الماء المتكرره كان الماء ياتي نحن في الاسبوع يومين اللي هو يوم الاحد ويوم الاربعاء و احيانا يتقطع في اليومين هذا، يومين هذا تحصل مشكلة عامة وتتقطع ما... ولا تعوض المواطنون في مديرية الشحر ضحية لوعود لم تنفذ وضحية ايضا لاعباء اخرى القيت على كاهلها فانقطاع التيار الكهربائي يوقف عملية تدفق المياه الى المنازل وبالخصوص المناطق المرتفعة كالمنصورة والشقق مما يدفع السكان إلى الاستعانة بوايتات المياه باهظة التكلفة لنا أشهر نعاني من المياه نجيب كل أسبوع سيارة سيارتين وز طيب هذا في ناس تستطيع وفي ناس ما تستطيع أيش المشكلة الآن أيش الحل عندنا عاقل الحارة ومجموعة من أهل الحارة ذهبوا إلى السلطة المحلية وذهبوا إلى إدارة المياه ولكن لا حياة لمن ينادي لذلك نناشد إدارة المياه بمعالجة الموضوع هذا عاجلا الناس تعاني بالأشهر لنا الآن أكثر من سنة ونص نعاني من المياه في المنصورة أيش الحل؟ أيش المشكلة؟ لازم يوضحوا للناس طيب إلى متى؟ إلى متى الناس الآن تعاني إلى هذه الدرجة؟ مشكلة أخرى تزيد من معاناة سكان مديرية الشحر وهي تجمعات مياه الأمطار التي تسبب أضرارا في الشبكة الداخلية للمياه ومؤسسة المياه والصرف الصحي تقابل كل ما سبق ذكره بصمت مطبق كل أسبوع كل أسبوعين سيارتين بوزتين خمسة وعشرين ألف الشهر يعني بمئة ألف تمانين ألف أيش الحل لهذه المشكلة يعني مشاريع عدة اعتزمت لحل أزمة المياه في الشحر الا ان السكان لم يلمسوا اي تغيير على ارض الواقع ويبقى السؤال متى سيستمر هذا الوضع ومتى سينتهي كابوس هذه المعاناه وهل ستشهد مدينه الشحر موعدا مع حلول مستدامه لازمه شحه المياه في الايام القادمه شهدت عدد من المحافظات في اليمن الثلاثاء ظاهرة كسوف الشمس وقامت عدد من المساجد في مديريات محافظة حضرموت صلاة الكسوف اثر الكسوف الجزئي للشمس وكان قد حذر فلكيون من النظر الى الشمس مباشرة للراغبين في متابعة ظاهرة الكسوف وسيتبع الكسوف الجزئي للشمس خسوف كلي للقمر في الثامن من شهر نوفمبر القادم المشاهدين الكرام ختام نشرتنا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي وهني الرئيس الصيني مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا حول تطورات الأوضاع الداخلية وتصعيد الميليشيات الإرهابية هيئة رئاسة الانتقالي تشدد على سرعة إلغاء كافة التسهيلات المترتبة على اتفاقية ستوكهولم والهدنة الأممية محافظ حضرموت يحضر حفلا بمناسبه الذكرى الثانيه لانطلاق تلفزيون حضرموت ويشيد بكادرها ورسالتها الاعلاميه. ثاني اكبر مديريات ساحه حضرموت تعاني من ازمه شحه المياه. المشاهدين الاعزاء وصلنا واياكم في ختام نشرتنا لهذا اليوم طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير والختام نهايه الكلام والسلام عليكم ورحمه من الله وبركاته. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية